ومما يدل على شرف هذا العلم وفضله أنه أساس لكل خير وكل فضيلة، فهو أساس لسعادة الإنسان وزكاء قلبه وصلاح نفسه وطيب حاله، بل إن تزكية النفس لا تكون إلا بالعلم بالله وعظمته سبحانه، كما جاء في أبي داود وغيره عندما ذكر عليه الصلاة والسلام خصالا ثلاثة، منها تزكية العبد نفسه، فسئل عليه الصلاة والسلام كيف يزكي نفسه، قال أن يعلم أن الله معه أينما كان، وحديث حسنه بعض أهل العلم، أن يعلم أن الله معه أينما كان. فأساس تزكية النفس العلم بالله، وأنه معك أينما كنت، أي بعلمه واطلاعه، وأنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فقول الرب جل وعلا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أساس هذه التزكية العلم بالله، العلم بالله سبحانه وبعظمته وكماله وسعة علمه وكمال قدرته ونفوذ مشيئته. فكلما كان العبد على حظ أوفر من العلم بالله كان ذلك أكمل له في زكاة نفسه. ولهذا قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولهذا قال بعض أهل العلم من كان بالله أعرف كان منه أخوف. قال ابن القيم رحمه الله من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. فإذن مما يدل على شرف هذا العلم ومكانته العلية ومنزلته الرفيعة أنه أساس لكل خير، والعبد كلما ازداد معرفة بالله وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا زاد في الخير والفضل والزكاء والصلاح والفلاح بحسب حظه ونصيبه من المعرفة بالله سبحانه وتعالى.